بسم الله الرحمن الرحيم. هي محاضرة بقى يعني معلش آخر واحدة وعن الكونتراست ميديا، فاستحملونا شوية. كونتراست ميديا ان راديولوجي بارتيكولاري يو راديولوجي. الكونتراست ميديا ديفايد انتو بوزيتيف اند نيجاتيف. بوزيتيف مينز اوبسفيكيشن للاورجان بالكونتراست، ونيجاتيف مينز الاير. البوزيتيف كونتراست بيتقسم لايودين وبرومين وباريوم سلفيت. الايودين نفسه بنقسمه الى ان اورجانيك واورجانيك وايودايزد اويلز، والاورجانيك بنقسمه الى ووتر سوليبل ووتر انسوليبل كونتراست. الووتر سوليبل بعد كده بنقسمه الى مونوميريك ودايميريك. المونوموريك ده بيبقى divided into ionic and non-ionic، while the dimeric divided into ionic برضو and non-ionic. نتكلم عن الووتر سوليبل كونتراست ميديا اللي هو تراي ايودينيتد بنزويك اسيد، تقسم الى مونوميريك ايونيك كونتراست، وده بيبقى هاي اوزمولاريتي، وده الاسم التجاري بتاعه اللي هو اليوروجرافين والانجيوجرافين واليوروفيست واليوري واليوروفيزون. ده الكونتراست بتاع اليوروجينيتال تراكت. والدايميريك ايونيك هاي اوزمولاريتي دايميريك ايونيك هاي اوزمولاريتي اللي هو الاسم التجاري بتاعه اللي هو الهكسابريكس. والمونوميريك نون ايونيك كونتراست، وده ذا بيست كونتراست، بيبقى له اوزمولاريتي اللي هو الاسم التجاري بتاعه الايبوميرو والاومنيريك والالترافيست. واخر حاجه في الووتر سوليبل كونتراست اللي هو الدايميريك نون ايونيك لو اوزمولاريتي، ده ميلوجرافيك ايجنت بيستخدم في الميلوجرافي. ده البنزين رينج اللي بيتكون منها الكونتراست، بتبقى سداسيه الاضلاع زي ما احنا شايفين كده، ولها ست زوايا. بسميها تراي اودينيتد بنزين رينج لان في ثلاث زوايا منها بيبقى في كوميونيكيت مع الايودين زي ما احنا شايفينها، ايودين ايودين ايودين، والاضلاع الثانيه بيحصل كونكشن مع اذر يونت سداسيه الاضلاع في الاماكن دي، بيدي المنظر ده في الاخر. ده اللي هو البيزك ستراكشر بتاع الان ايونيك مونومير او النون اللي هو بي اللي هو النون ايونيك مونومير برضو، والنون ايونيك دايمر اللي هو الايودو كزانول او بانيل. فده الكيمستري بتاعه، نعديه بسرعه يعني. بعد كده هنتكلم عن الريسك فاكتورز بتاع الاكسترافازيشن اوف كونتراست ميديا. الريسك فاكتور بتاع او الاكسترافازيشن اوف كونتراست بيحصل لاما من التكنيك او نتيجه اسباب في البيشنت نفسه. الريسكز نتيجه التكنيك ان انا ممكن استخدم الباور انجكتور بقوه عاليه، فده ممكن يعمل اكسترافازيشن للكونتراست، او ليس اوبتيمال انجكشن sites including lower limb and small distal veins، يعني ان انا بحقن في small vessels في البريفرال limbs، فدي ممكن تعمل لي extravasation، او استخدم large volume of contrast medium
ده ممكن برضو يعمل اكسترافازيشن، او استخدم كونتراست من اللي هو الهاي اوزبلر كونتراست ميديوم، فده بيبقى مور لايبل للاكسترافازيشن عن اللو اوزبلر كونتراست ميديوم. دي الاسباب اللي هي نتيجه التكنيك اللي ممكن تعمل اكسترافازيشن اوف كونتراست، ودي بتقابلوها لما تيجي تحقنهم المرضى في الشغل بتاعكم بعد كده. المشاكل اللي ممكن تبقى في البيشنت بقى، ان يبقى فيه فراجيل او دامج فين فما بيستحملش الانجكشن، او يكون فيه ارتيريال انسفيشنسي، او يكون فيه كومبرومايزد ليمفاتيك اند اوف فينوس دامج. دي الريسك فاكتورز اللي بتؤدي الى الاكسترافازيشن اوف كونتراست براكتيكالي وين وي انجكت كونتراست تو ذا بيشنت. طب ايه انواع الانجرز اللي ممكن تحصل نتيجه الانجكشن اوف كونتراست؟ في موست انجرز ار ماينور انجرز، وايل سيفير انجرز انكلود بقى سكين ulceration، سوفت تشو نيكروزز، اند كومبارتمنت سندروم، يعني بيحصل زي إديمة في المصل في المنطقه اللي احنا بنحقن فيها، ده اللي هو كومبارتمنت سندروم. طيب ازاي نعالجها؟ اعمل كونسرفاتيف مانجمنت ان ادكوت ان موست كيسز، بان انا بعمل بجيب العيان وبعمله ليمب اليفيشن، او بجيب ايس باكس، او بعمل كيرفول مونيتورنج، ده ككونسرفاتيف مانجمنت في الحالات اللي بيحصل فيها انجريز. الريسك فاكتورز، العيان امتى ببقى متوقع ان انا لما اجي احقن كونتراست ان في ريسك للمريض؟ لو في هيستوري من العيان ان في بريفيوس ادفيرس ريأكشنز، يعني كان عنده حساسيه للصبغه قبل كده. لو عنده هيستوري برضه اوف ازمه او برونكوس بازم، لو عنده هيستوري اوف الرجي او اتوبي، لو في كاردياك ديسيز او dehydrated patient، كل دي risk factors. In addition to hematological and metabolic conditions، زي العينين اللي عندهم sickle cell anemia او thrombotic tendency، او العيانين اللي عندهم renal disease، كل ده risk factors، او ال very young or old aged patients، او العيان اللي عنده anxiety، ده بيبقى more risky for injection of contrast، او ان هو بياخد medications سابق للحقن. يعني بنقسم ال types of injuries الى minor، بيحصل arm pain في المطرح الحقن يعني، او يحصل ميتاليك تيست بيحس بطعم مش كويس في لسانه، او في سنسيشن اوف ديس اورينتيشن جيدنس اند تينجلينج، كل دي ماينور مانيفيستيشن، او يحصل له فلاشنج، وشه بيبقى عنده احتقان في وشه كده ووشه يسخن، او يجيله نوزيا اند فوميتنج، او انبليزنت بيرينيال سنسيشن. الماينور الرجيك رياكشن بيمانيفستد بسنيزنج، راينوريا، لاكريميشن، بيورايتيز، اند ارتكاريال راش. دي الماينور الرجيك رياكشن. ايه انواعها؟ احنا قلنا ماينور، وتاني نوع اللي هو الانترميديت تايب اوف الرجي، مور سيريوس ديجري اوف ماينور الرجيك رياكشن، يعني اكثر حده من الماينور. بيحصل العيان هنا مودريت ديجري اوف هايبوتنشن اند برونكوسبازم. نيجي لاخر تايبز اللي هو السيفير تايب بقى اوف الرجيك رياكشن، اللي هو بيحصل ميجور الرجيك رياكشن، فيحصل respiratory difficulty and circulatory collapse.
ان اديشن لانجيو نيوريتيك نيوروتيك اديما مع جاينت ارتكاريا اند لارينجيال اديما. ان اديشن لريسبيراتوري ديفيكولتي از برونكوسبازم اند بالمونري اديما. بالنسبه للسيركولاتوري كولابس ممكن يحصل العيان كونفيوجن، كل ده احنا بنتكلم في الميجور الرجي. سيركولاتوري كولابس يحصل كونفيوجن، يحصل عيان يبقى بالور اند سويتنج، اير هانجر او دروب ان بلاد بريشر. اولسو من المانيفستيشن بتاع السيركولاتوري كولابس ان بيحصل له سيانوزيس، لوس اوف كونشوس، دايليتد بيوبلز، اريزميا اند كاردياك ارست، دي في اخطر الحالات. طب ازاي الموضوع ده بيحصل؟ الميكانيزم عند الباثوفيسيولوجي للسيفير الرجي دوت. ان بيحصل ادفيرز رياكشن للدراجز او جنرالي كلاسيفايد انتو ذوز ذات اوكير اونلي ان سسبتبل سبجكتس اند ذوز ذات مي اوكير ان اني وان. يعني ممكن تحصل لواحد عنده لايبيليتي انه يجيله الالرجي، يعني او انه في اي شخص ممكن يحصل ده حتى لو ما كانش عنده سستابيليتي للالرجي. طب في السسبتبل سبجكت ايه اللي بيحصل بقى؟ الرياكشن اللي ممكن تحصل انكلود ايه في العيان اللي هو حساسيه عنده عاليه للرياكشن؟ ده الانكلود الدراج ان توليرانس، يحصل يبقى عنده لوس ريشولد تو ذا نورمال فارماكولوجيكال اكشن اوف ذا دراج. برضه الدراج ايدو سينكراسي اللي هو جنرالي ديترمايند جينيتيكالي ديترمايند اند كواليتيفلي اب نورمال رياكشن تو ا دراج ريليتد تو ميتابوليك اوف انزيم ديفيشنسي. و اللي بيبقى عنده دراج الرجي اوريدي لاي دراج ان ايمونولوجيكالي ميدييتد رياكشن كاركترايزد باي سبيسيفيسيتي برايور اكسبوجر ترانسفيرابيلتي باي انتي بوديز اوف ليمفوسايتس اند ريكارنس اون ري اكسبوجر. اخر حاجه اللي هو بيبقى انه يجي له سيلو الرجيك رياكشن. السيدو الرجيك رياكشن دي بتبقى سيم از الرجيك رياكشن but are lacking immunologically specificity, non-specific complement activation. ايه المين كوزز بقى اوف ادفيرس رياكشنز؟ ان يكون الكونتراست اوف هاي اوزمولاريتي، نوع او التايبز اند السايز بتاع الالكترولايت كونتنت اللي في الكونتراست، وثالث سبب اللي هو الكيمو توكسيستي. الاوزمولاريتي المفروض الكونتراست ميديوم بيبقى اكتر من البلازما في البلاد 5 لـ 8 مرات، فبينتج عنده لما بيبقى عالي الاوزمولاريتي بيحصل اريثروسايتس دامج، اندوثيليال دامج نتيجه التوكسينز، والهيمودايناميك تشينجز انه بيحصل فازو دايليتيشن، ويحصل تغيير للبلد فوليوم. ده بسبب الاوزمولاريتي بتاعت الكونتراست. هاو تو بريفنت ذس كومبليكيشن؟ ان انا ممكن استخدم الكورتيكوسترويدز اورالي 12 اور اند 2 اور بيفور كونتراست ادمنستريشن. يعني بستخدم بجيب كورتيكوسترويد واديه للعيان لو انا شاكك ان هو ممكن يحصل له الرجي، بديهوله 12 ساعة أو وساعتين قبل، يعني من 12 ساعة وقبل ما ياخد الكونتراست في الفحص بساعتين كمان، بقوم مديله كورتيكوستيرويد. أو أستخدم سنتي من الكونتراست وأعمل حاجة اسمها تيست دوز. أو بيستخدموا ساعات دروب ويحطها في وان آي ويسيبوا الآي التانية ما يحطوش فيها ويشوفوا هل دي هتحمر ولا لأ، دي كتست من الكونتراست، بس ما حدش بيستخدم ده الحقيقة. أو ممكن أستخدم فروم 25 تو 50 مللي جرام أنتي هيستامينيك دراج.
طب ده احنا قلنا هاو تو بريفنت اللي هو البريكوشنز، طب هاو تو تريت الماينور ادفيرس رياكشن للكونتراست، بعالجه بالاشورنس للعيان، طمنه واحاول اطمنه وهديه كده. لو في العيان جاله ارتكاريال باش بديله 100 مللي جرام هيدروكورتيزون، بديهم له انترا فينس. طب افرض المريض جاله بقى سيفير برونكوز سبازم، بستخدم الاكسجين ماسك بمعدل 6 تو 10 لتر بير مينت، واستخدم حاجه اسمها الاجونيست سالبيوتامول ادمنستر باي نيبيولايزر، بستخدم 5 مللي جرام ان 2 مللي متر ان 2 مللي سلاين. وثالث حاجه بستخدمها الادرينالين انجكشن لو البرونكوسبازم از بروجريسيف اند اور ديكريزد او اسوشيتد معاها بديكريزد بلاد بريشر، في الحاله دي بستخدم ادرينالين انجكشن. من الحاجات السيفير اللي بتيجي برضه نتيجه رياكشن او ادفيرس رياكشن للكونتراست، انه يحصل لارنجال اديما، في الحاله دي بستخدم الاكسجين ماسك واستخدم برضه ادرينالين انجكشن. تالت حاجه ممكن تحصل، انه يحصل العيان هايبوتنشن وزاوت براديكارديا. بعالجه ازاي؟ بان اليفيت البيشنتس ليجز واستخدم اكسجين ماسك بنفس المعدل برضه 6 ل 10 مللي بالمينت، وبعمل انترافينوس فلويد رابيدلي، اند اف ان ريسبونسيف بعمل فازو بريزر ادمنستريشن، بستخدم حاجه اسمها دوبامين انفيوجن 2 تو 5 مايكرو جرام بير كيلو جرام بير مينت او ادرينالين انجكشن. ممكن العيان يجي له فيجال رياكشن، يبقى معاه هايبوتنشن بقى وبراديكارديا، مش هايبوتنشن لوحده وزود براديكارديا، لا يبقى هايبوتنشن ومعاه براديكارديا. برضه بعمل اليفيشن للبيشنتس ليجز، وبستخدم الاكسجين ماسك تاني وانترافينوس فلويد بسرعه جدا، وبستخدم بقى هنا الاتروبين بنسبه 6 من 10 مللي جرام انترافينوسلي، اند ريبيت اف نسري ات 3-5 مينت اب تو 3 مللي جرام توتال. يعني انا بحقن 6 من 10 مللي جرام اتروبين واعيده من 3 ل 5 دقائق، بس ما زودش عن 3 مللي جرام الدوز ككل. اخر من الحاجات برضو اللي ممكن يحصل الجنراليزد رياكشن، يحصل انافلاكتويد جنراليزد رياكشن، فده بعالجه بان انشور البيتنت اير واي اكون موجود في اير واي في المستشفى بتاعتي، بحيث ان انا اقدر مل اكسجين ماسك، وبرضه اليفيت البيشنتس ليجز وبديله فلويد نفس الكلام، بس هنا بدي هيدروكورتيزون 500 مللي جرام انترفينوسلي، وبعد في الاخر ممكن اعمل له ادرينالين انجكشن. طيب ايه الايفكت هنا للكونتراست على بعض الاورجنز؟ الكونتراست ميدا اللي احنا بنحقنها في حالات اليورولوجي على الاورجنز في جسمه، هنبدا بالثايرويد جلاند، ايه تاثيرها على الثايرويد جلاند؟ When large amount of iodide are given to subjects with normal thyroid function, the synthesis of the thyroid hormones decreases transiently for about 2 days. يعني انا لو جبت عيان سليم ما عندوش مشكلة في الثايرويد، يعني له نورمال ثايرويد فانكشن، اللارج اماونت اوف كونتراست اللي فيها كمية كبيرة من الايودايد بتعمل له بتخلي التكوين الثايرويد هرمون يقل، بس ده بيبقى وقتي لمدة 2 يومين فقط. ده أول تأثير، ده في حالات اللي هو النورمال ثايرويد فانكشن. طب لو أنا اديت ايودايد انجكشن ان اكسس اماونت بتعمل ريديوس ذا ريليز اوف ثايروكسين تي 4 اند تراي ايودوثايرونين اللي هو تي 3 فروم ذا ثايرويد، برضه من الحاجات اللي يعني زي ما قلنا انها بتقلل السنس بتاع الهرمون بيقل، بنقول تاني ان بتقلل الريليز بتاع التي 4 والتي 3 هرمون من الثايرويد جلاند. ده بيؤدي الى سمول ديكريز ان سيرم تي 4 اند تي 3 concentration
with compensatory increase in basal and cytokine release hormone. Also اللي هو الاستيموليتد سايروتروبين كونسنتريشن اللي هو التي ار اتش والتي اس اتش هرمون. طيب في الحاله دي انا ايه الابسولوت كونترا انديكيشن ان انا ادي كونتراست اللي هو الايودونيتد كونتراست ميديا should not be given to patient with manifest hyperthyroidism. يعني لو جه عيان وانا باخد الهيستوري بتاعه وعرفت ان هو عنده hyperthyroidism ما مفروض ان هنا ده بيبقى ابسولوت كونترا انديكيشن ان انا احقنه بالصبغه. طب امتى ما يبقاش في ريسك للثايروتوكسيكوزز افضل ايودونيت كونتراست ميديا؟ ان بيشنت وذ نورمال ثايرويد فانكشن. لكن العيان اللي عنده نورمال ثايرويد فانكشن ما بيبقاش فيه ريسك ان يحصل له سايروتوكسيكوزز لو انا اديته ايودينيتد كونتراست ميديا. يبقى انا الكونترا انديكيشن ان انا ادي ايودينيتد كونتراست ميديا للعيان اللي عنده هيستوري اوف هايبر ثايرويدزم، انما اللي عنده نورمال ثايرويد فانكشن انا ما فيش خوف ان انا اديله ايودينيتد كونتراست ميديا. العيان اللي ممكن يبقى ات ريسك بقى اللي هي البيشنت ويز جريفز ديزيز او البيشنت ويز مالتي نودولار جويتر. نستخدم حاجه اسمها فيديو اكتيف ايودين تريتمنت اللي هو نو ايودينيت كونتراست ميديا فور ات ليست 2 مانثس بيفور اند افتر تريتمنت. يعني انا ما بديش كونتراست للعيان لو هو اندر لمده شهرين قبل او بعد العلاج لو هو بياخد علاج ايودين. المفروض ان انا ما اديلوش على الاقل شهرين قبلها. الايزوتوب ايمجينج اوف ذا ثايرويد should be avoided for 2 months after iodinated contrast medium injection. يعني انا لو عيان عايز اعمل له ستادي بالايزوتوب ايمجينج بالجاما كاميرا مثلا فانا لازم اساله الاول هو خد ايودينيتد كونتراست قبل كده يعني عمل اشعه بالصبغه قبل كده ولا لا، لانه المفروض ان انا ما اعملوش الاستادي دي لو هو واخد كونتراست الا بعد شهرين على الاقل. احنا قلنا تاثير الكونتراست ميديا على الثايرويد جلاند، بنقول تاثيرها على الهارت بتقلل الكاردياك فانكشن بايه؟ باي ريزم ديستربنس، فبتافكت الكوندكتنج سيستم اند افكت البامبنج اكشن اوف ذا هارت، فبتزود الفوليوم لود. ده كلام فيسيولوجي، ده تاثير الكونتراست على الهارت انها بتقلل الكاردياك فانكشن. الميكانيزم بيتم ازاي؟ ان الكونتراست ميديا از نيجاتيف تشارجد، يعني هي element negative charged binding with الكالسيوم ايون، فلما هي نيجاتيف بتقوم مجذوبه للكالسيوم ايونز، فلما بتتربط مع الكالسيوم ايونز الكالسيوم ايونز ده المفروض ان هو shares in all contractility process of cardiac muscle and myocardium، فلما انت بتبقى بايند معاها فبتقلل الكونتراكتيليتي بتاعت الكارديك ماسل، فدي اللي بيعمل التاثير بتاع الديكريز كارديك فانكشن. تاثيرها على البرين، المفروض الكونتراست ميديا دونت كروس الانتكت بلاد برين بارير، ده المفروض يعني ان هي ما بتعملش كروس للانتكت بلاد برين بارير. طيب افرض ان في ديفكتيف بلاد برين بايبر، ايه اللي بيحصل؟ النيجاتيف تشارج بتاع الكونتراست ميديا افكت ذا كوندكشن كوزنج كونفالشن اند ديسورينتيشن. يعني هي من الطبيعي ان هي لو البلاد برين بايبر ده انتكت هي مش هتاثر على حاجه على البرين، انما لو هو في ديفكت بقى هي دي هنا اللي بتبقى المشكله، فبتؤدي ان العيان يحصل له كونفالشن وديسورينتيشن. اخر حاجه واهمهم بقى اللي هو النفروباسي نتيجه انجكشن اوف كونتراست.
ما نقول ديفينيشن للنيفروباثي هو انكريز ان سيرم كرياتينين باي مور ذان 25% اوكيرنج وذين 3 دايز فولوينج ذا انترافاسكولار ادمنستريشن اوف انترافينوس كونتراست ميديا اند ان ذا ابسنس اوف ان الترناتيف ايتيولوجي. بمعنى ايه؟ ان انا لما بحقن العيان كونتراست ميديا ويحصل انكريز للكرياتينين بنسبه 25% في خلال 3 ايام رغم ان العيان ما عندوش اي مشاكل في الكدني، يبقى ده اللي بنسميه النفروباثي اللي هو تاثير الكونتراست ميديا على الفانكشن بين الفانكشن. ايه الكلينيكال فيكتشر بتاع النفروباثي؟ الانكريز ان سيرم كرياتينين زي ما قلنا، بيقل الكرياتينين كليرانس، بيقل الجلوملر فلتريشن ريت بتاع الكدني، بيحصل مايلد بروتينوريا اند اوليجوريا ماي اولسو بي اوبزرفد مع البيشن بتاع النفروباثي، وبنلاقي بيرسيستنت نيفروجرام اون بلين راديوجرافي اور سي تي اوف ذا ابدومين فور 24 to 48 hours. يعني بمعنى ان بيحصل ديتيريشن للفانكشن بتاعت البارينكمال فانكشن والجلومال فلتريشن ريت، فبيحصل البيرسيستنت نيفروجرام لو انا بعمل سي تي للعيان او كده، ما بيحصلش الافراز الكامل للكدني الا يعني بعد من 24 ل 480 hours. الموضوع ده كله بيبقى سيلف ليميتنج اند ريزولف ويزن 1 to 2 weeks. يعني هو بتظبط نفسها وبترجع لحالتها من اسبوع لاسبوعين. كونتراست ميديا نيفروباثي كان بي كونفيوزد وذ ذا سيندروم اوف اسيرو امبوليزم ذات ماي ديفلوبد افتر انجيوغرافيك اكزامينيشن. يعني ممكن في حالات لو انا بحقن لعيان اسيرو عنده اسيرو امبوليزم ممكن ديفلوبد عنده النيفروباثي ده، وبيبقى فيه بتلخبط بينها وبين حته الكونتراست ميديا نيفروباثي. طيب الاسيرو امبوليزم دي بتتعمل بايه؟ از كوزد باي تروما تو ذا اسيرو سكلوتيك بلاد فيزل بريسيبيتيتنج كوليسترول مايكرو امبلاي، بتؤدي الى حدوث كوليسترول مايكرو امبلاي. الكلينيكال بيكشر بتاعتها بقى بتاعت الاسيرو امبوليزم عن الكونتراست ميديا نيفروباثي ان هي بتعمل اكيوت رينال فيلير associated with distal digital infarction and skin mottling. ده الفرق بين الاثنين. النيفروباثي ده الانسيدنس بتاعه بيبقى من 0 to 10% in patient with normal renal function. بيبقى pre-existing renal impairment increase the frequency of this complication. يعني لو في pre-existing renal impairment بتعلي المعدل بتاع الكومبليكيشن بتاعت الكونتراست ميديا نيفروباثي ده عن النورمال كيدني. The incidence increased with another associated disease such as diabetes mellitus. يعني العيانين اللي عندهم diabetes mellitus الانسيدنس بتاع النيفروباثي الكونتراست ميديا نيفروباثي اعلى من العيانين النورمال. ايه البريديسبوزنج فاكتور اللي بتؤدي للكونتراست ميديا نيفروباثي؟ البري اكزيستنج رينال امبيرمنت. لو اديت لارج دوزز اوف انترا فينوس كونتراست ميديا، لو ادمنستريشن اوف انترا فينوس كونتراست ميديا ان رينال ارتر دايركتلي ان ذا رينال ارترز في السلكتيف انجيوغرافي، في الكلام ده ممكن بيبقى بريديسبوزنج فاكتور اكتر للكونتراست ميديا نيفروباثي. في الديهايدريتد بيشنت بيبقى مور لايبل، في اللي عندهم كونجستيف كاردياك فيلير، في الاولد ايج اللي هو اوفر 70 ييرز مور لايبل انه يحصل له كونتراست ميديا نيفروباثي عن اليونج بيشنتس، او اللي بياخد نيفو توكسيك دراجز طبعا بالطبيعه بيبقى ده بريديسبوزنج فاكتور.
او لو استخدمت هاي اوزمولاريتي انترا فينوس كونتراست ميديا ار مور نيفوتوكسيك ذان ار لو اوزمولاريتي انترا فينوس كونتراست ميديا. مهم جدا ان انا بستخدم الكونتراست اللي هو بيبقى له اوزمولار لو عنده لو اوزمولاريتي بيبقى مور سيف عن الكونتراست اللي اوف هاي اوزمولاريتي. من برضه البريدسبوزنج فاكتور الهايبر تنشن الهايبر يوريسيميا او البيوتينوريا ده از ا ريسك فاكتور فور كونتراست ميديا نيفروباثي بس ده مش واضح يعني. الباثوفيسيولوجي بتاع النيفروباثي التوكسيك افكت بيحصل توكسيك افكت اون ذا تيوبولار سيلز الميكانيزم بتاعها ان بيحصل اكتيفيشن of tubuloglomerular feedback response and the release of endogenous vasoactive mediators such as endothelin and adenosine دول اللي بيأثرهم على البازل. بيحصل reduction in the intra-renal production of vasodilators. ازاي امنع ده في الهاي ريسك بيشنت؟ الهاي ريسك بيشنت بمنعه من الاكسترا سيلولار فوليوم اكسبانشن والانترافينوس ادمنستريشن بعمل انترافينوس ادمنستريشن اوف نورمال سلاين بديله فلويد اللي هو الكلورايد الصوديوم مش عارف 9% 100 مللي بير اور ستارتنج 4 اور بيفور كونتراست ميديا ادمنستريشن اند كونتينوت فور 24 اور افترورد. ده اللي هي البريفنشن للهاي ريسك بيشنت ان انا بديله فلويد واستخدم اللو اوزمولاريتي انترا فينوس كونتراست ميديا ذا موست افكتيف ميجرز تو ريديوس ذا سنسيتيفيتي اوف كونتراست ميديا نيفروباثي. ان انا في الحالات دي بستخدم اللو اوزمولاريتي كونتراست ميديا عشان امنع تاثير الكونتراست يؤدي الى نيفروباثي فبستخدم اللو اوزمولاريتي كونتراست ميديا. يبقى انا اول حاجه بديله فلويد، ثاني حاجه بديله سلاين يعني، وثاني حاجه نورمال سلاين، وبعد كده بديله اللي هو اللو اوزمولاريتي كونتراست ميديا. وثالث حاجه ان بروفلاكتيك ادمنستريشن اوف ذا انتي اوكسيدنت استايل سيستين بديله الاستايل سيستين ده 600 مللي جرام اورالي توايس ديلي 24 اور بيفور اند كونتينوت فور 24 اور افتر الانترافينوس كونتراست ميديا انجكشن. رابع حاجه ان بعمل هايدريشن ويز 0.45% سلاين انفيوزد بيفور اند افتر الكونتراست انجكشن برضه بنسبه 1 مللي بكيلو جرام بودي ويت 12 hour before and 12 hour after contrast injection. يبقى دي البريكوشنز اللي انا بعملها للهاي ريسك بيشنت ان انا بديله اكسترا سيلولار فوليوم اكسبانشن بديله في سلاين كميه سلاين بدوز معينه بستخدم اللو اوزمولاريتي انترافينوس كونتراست ميديا بستخدم بروفلاكتيك ادمنستريشن اوف انتي اوكسيدنت استايل سيستين دراج واخر حاجه بعمل هايدريشن بنسبه معينه من السلاين انفيوزد بيفور اند افتر كونتراست انجكشن. How to manage or how to treat. In most cases, no specific treatment is required. Patient should not be re-exposed to intravenous contrast media before the kidney function has returned to its previous level. يعني بمعنى ما عرضش العيان ان هو ياخد صبغه تاني الا لما اكون بعمل للعيان كيدني فانكشن واتاكد ان الكرياتين بتاعه رجع للنورمال ليفل تاني. If contrast is to be given again, the patient must be adequately hydrated. طب انا لو مضطر لازم اديله بقى وهو كان حصل له قبل كده لازم يبقى فيه يبقى ايه well hydrated البيشنت. In a few patients ده في حالات بقى يعني مش كتير بنعمل هيموداياليسيز ممكن تبقى ضرورية في لبعض المرضى. شكرا. انا عارف انها محاضرة مش ظريفة قوي يعني بس استحملونا شوية. حد عايز يسأل حاجة؟